نشرة الأخبار من قناة اليمن اليوم. استشهد 4 مواطنين من أسرة واحدة وجرح 9 جراء قصف طيران العدوان السعودي جامع خالد بن الوليد في منطقة سواد حزيز بالعاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي استهدف جامع خالد بن الوليد ومنزل مواطن قبيل الإفطار. كما أدى القصف إلى تضرر جامع السماوي في المنطقة وعدد من المنازل. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي تضاف إلى جرائم هذا العدو الذي يستهدف البشر والشجر والحجر. يا رحمة الله كل عمل صهاينة العرب هذا مجرمين المرتدين.